تتواصل فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي، والذي يقام بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان إعلام رياضي محترف. يعقد المنتدى بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام، وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية. بجلسة حملت عنوان إعلام رياضي خال من التعصب، انطلقت فعاليات منتدى الإعلام الرياضي في يومه الثاني والأخير، حيث أكد المشاركون على ضرورة نبذ التعصب الكروي والاتجاه نحو تشجيع المنتج المميز دون تحيز. الأصل في الموضوع هو المنتج، ده الأصل، المنتج اللي بيتقدم سواء كرة قدم أو رياضة بشكل عام. المنتج ده لو انصلح حاله وتحسن بنسبة كبيرة جدا هينصلح معاه كل شيء. الجلسة التي شهدت مشاركة من المتخصصين والأكاديميين في المجال الرياضي شددوا على ضرورة التزام مقدمي البرامج الرياضية بالمهنية والابتعاد عن المصطلحات الكروية التي تثير الجماهير وعدم التمييز لفرقة دون غيرها. في الفترة الأخيرة مسلط الضوء على كرة القدم دون الألعاب الأخرى، دي ناحية تعصب لعبة عن لعبة. في تعصب آخر بأهلي وزمالك وده معروف، وفي تعصب ثالث أهلي وزمالك مع أندية أخرى، الأندية الجماهيرية سواء إسماعيلية أو المصري أو الاتحاد أو الأندية الشعبية الأخرى. بنحاول بقدر الإمكان نلم المواضيع دي كلها ونشوف إيه أبرز النقاط الاختلاف فيها وإزاي نقدر نعالجها. في الأول وفي الآخر أنا بقدم رسالة إعلامية، فلازم بيكون في احترام وفي أسلوب لتقديم الرسالة الإعلامية نفسها في كل المجالات مش بس في الإعلام الرياضي. المنتدى ناقش التحديات والصعوبات الذي يواجهها الإعلام الرياضي المصري والأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات وورش عمل تفاعلية.